أحمد محمد صديق عبد شكور في مكتب 32 المدير الإداري. الآن خاشين على غرفة الحاسب، هذه غرفة الحاسب. الجوازات، دواليب تخزين الجوازات، والحاسب طابع طباعة البطايق، الجوازات والبطايق والأساوي. هذه غرفة مدير المكتب. طيب، أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتب مطوفي حجاج جنوب آسيا رقم 32، جنسية الحجاج من البعثة الهندية، عدد الحجاج 3535 حاجي، واليوم الموافق 10/11/1437 هجري تم أول استقبال لعدد حجاج 427 حاجي، وتم توزيع الوجبات الجافة والأساور والكروت، وتم نقلهم إلى العماير في المسفلة. وهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبالنسبة لفريق العمل لمكتب الخدمة الميدانية 32، يتكون من 3 شركاء و5 أعضاء و22 موظف، من مشرف عام إلى مشرف لجنة التغذية ومشرف مشرفين عامين. وتواجد في المكتب عدد عمالة، عدد 23 عامل، وتكونوا من الجنسية البرماوية، وإن شاء الله أنهم على استعداد في خدمة الحجاج بكل وسائل الراحة. وهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين.